بسم الله الرحمن الرحيم. أهداف المحاضرة: تنفيذ خدمة توزيع عناوين الشبكة تلقائيا باستخدام بروتوكول الدي اتش سي بي من خلال جهاز سيرفر. نفتح البرنامج. بدي أضيف جهاز سيرفر. سويتش عشان نجمع جهازين كمبيوتر نعطيهم اي بيات تلقائي. جهاز وهذا كمان جهاز. نشبك الكوابل السيرفر مع السويتش. طبعا هذه أجهزة مش ماخذة اي بي تلقائي، بدنا نعطيها من خلال السيرفر. هاي السيرفر البداية بنعطي السيرفر عنوان استابك، لازم ياخذ عنوان استابك. Services دي اتش بي دانش بول فور. هذا عنوان الأجهزة من التاب. البول اللي أنا نشاته هيعطي تقريبا 254 جهاز. دفع الخدمة قلت أوكي. الآن الأجهزة نطلب من الجهاز بسبب عنوان تلقائي. أيوة أخذ 2. الجهاز الثاني نقطة من الجهاز بيسبب عنوان له. هاي أخذ 3. وبهيك بنكون فعلنا بروتوكول الدي اتش بي من خلال جهاز سيرفر بيوزع الاي بي تلقائي على أجهزة الشبكة. تمام، هيك أنهينا هذه المحاضرة.